معانا من الدمام المهندس محمد سراج، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي لكرة اليد. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور أستاذ إبراهيم، ومساء النور ومهندس عدلي في حياتي دي. يا باشمهندس، يعني أنت تروح ترقص بعثة النادي الأهلي لكرة اليد وأنت دراعك مكسور؟ ده كلام اللي هو باب النجار مخلع يعني. مستنيهم هم اللي طلعوا لي دراعي بقى، يعني مستنيينهم. ما احنا حد يعني لا لا، لقطه حلوه فعلا. اصل يجوز كانوا يحتاجوا لك يعني. لا لا حبيبي حبيبي يا باشمهندس، سلامتك اولا وطمنا على الاجواء عندك. والله الدنيا هنا الحمد لله يعني طيبه جدا، يعني رجعت النهارده الحمد لله، وكان في امبارح وسط الدوليين من المنتخب، اعرف حضرتك كانوا في معسكر في البحرين مع منتخب مصر، المعسكر دولي الاسبوع الدوري يعني، وجم امبارح والنهارده جم اللعيبه في النادي الاهلي في مصر، والحمد لله لسه مخلصين اول تمرين دلوقتي، يعني طالعين من التمرين الساعه 9 كان بتوقيتنا هنا في السعوديه، فلسه مخلصين ومتجهين على الاوتيل، يعني الدنيا كلها تمام الحمد لله، اللعيبه مركزه معنويات مرتفعه. اتكلمنا معاهم ومع الجهاز الفني والاداري والناس كلها على اتم استعداد ان شاء الله ان هم يبذلوا قصارى جهودهم يعني للنادي الاهلي. بالنسبه لديفيد ديفيز، خلاص هو اللي هيبقى المدرب بتاع الفريق، انتهت اجراءات التعاقد معاه ولا لسه؟ لا هو خلاص، طبعا هو خلاص احنا اعلنا رسم التعاقد معاه طبعا قبل البطوله، هو يعني سي في تقيل جدا وراجل يعني اعتقد ان شاء الله هيعمل طفره ونقله كبيره في لعبه كره اليد في النادي الاهلي، محتاجين يعني حد بالشخصيه دي، يعني زي برضه كده ما اوبرتي عمل في كره السله، فان شاء الله احنا متوقعين كتير برضه ان هو يعمل نقله ثانيه. فهو طبعا احنا تعاقدنا معاه قبل البطوله على طول، فهو كان يعني تفضيله هو ورغبته ان هو يبدا بعد البطوله. بس هيكون متواجد ولا مش هيكون متواجد؟ لا لا هو هيوصل يوم 19، فلسه هو في اسبانيا يعني بيعمل ترتيباته وحاله عشان يبدا يعني في مصر، فمش هيلحق طبعا هو يجي مصر يوم 19، يعني عندنا ماتش بكره طبعا زي ما حضرتك عارفين، فان شاء الله يبدا بعد البطوله، لكن طبعا كلنا ثقه هنا في كابتن محمد ابراهيم وكابتن احمد سالم، هم ان شاء الله بيقودوا الفرقه مركزين جدا مع اللعيبه، وهم يعني على قدر كبير من الكفاءه وعندنا ثقه فيهم كبيره ان شاء الله في لعبه. لو ان شاء الله تعالى كسبنا بنفيكا يبقى في فرصه للتاهل، هل ممكن يلحقكم بعد التاهل ولا الاتفاق على انه محمد ابراهيم مدرب مكمل للاخر؟ لا هو الاتفاق كابتن محمد ابراهيم وكابتن احمد سالم كان في معانا في البطوله باذن الله يعني، وان شاء الله لو ربنا كرمنا باذن الله وكملنا يعني هيبقى ان شاء الله هم اللي هيكملوا برضه طبعا، لكن احنا طبعا عندنا مباراتين في المباراه بتاعت مودر السعودي. مودر برضه ما دعم نفسه كويس. لا وفريق برضه باشمهندس عدلي فريق اصلا يعني هم بتوع كره يد وجماهيرهم ما بتعرفش كره اليد. بنلعب في الصاله بتاعتهم يعني هم دي المدينه بتاعتهم الدمام، هم فريق مودر وفريق الخليج. هم فريقين هم من مدينه الدمام ودي الصاله بتاعتهم، وهم يعني بتوع كره اليد وجماهيرهم بتعرف كره اليد، حتى يعني احنا كنا بننسق للحضور الجماهيري بتاعنا الكبير الجاليه بتاعتنا هنا عشان يعني كان ممكن هم يقفلوا الصاله كلها، يعني هم جماهير كبير هم او جماهير الخليج. الحمد لله يعني يعني احنا برضو مستعدين للقاء ده جامد واللعيبه مركزه ومفيش اي اهوان اي قسم يعني، وربنا ناخدها خطوه خطوه يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا، بس بكره في الماتش بتاع مدار وبعد كده ان شاء الله نفكر في بيتيجا. الساعه كام مباراه بكره يا باشمهندس؟ هي الساعه تبقى 7 الا ربع بتوقيت مصر ان شاء الله. 7 الا ربع اول ماتش مدار ولا بنفيكا؟ بكره مدار. لا مدار هو بكره مدار والخميس بنفيكا. مدار ده مهم جدا ان احنا نتجاوزه. طبعا هو مهم، وهم هيلعبوا بعض الاربع يعني هو بنفيكا ومدار هيلعبوا بعض الاربع. احنا نريح الاربع ونلعب. انت عندك يوم راحه. بالظبط. موضوع التذاكر والجماهير في اقبال كويس منهم؟ في اقبال كبير جدا صراحه، انا برضو حابب ان انا يعني خلال البرنامج وخلال حضراتكم انا اشكر الجاليه المصريه هنا والربط الجماهيري النادي الاهلي في السعوديه، بصراحه
كنا في الاحترام والانتماء القوي جدا للنادي الاهلي من اول لحظه، يعني اعلن البطوله هتبقى هناك كذلك فيها وهم بيستعدوا من وقتها، وفي النصر الحمد لله في تواصل بيني وبينهم دائم، عددهم كبير. في البدايه كان مخصص لنا 500 تذكره للماتش بتاع مضر، كان 500 تذكره فقط، والحمد لله نجحنا مع اللجنه المنظمه ان احنا نزودهم ل 1000، والحمد لله وصلوا دلوقتي 1500 كمان. كل ده من الشغف الجماهيري اللي موجود هنا، يعني عدد برضه 1500 ده عدد كبير يعني. الصاله ساعتها قد ايه يا باشمهندس؟ نعم، يعني 1500 تذكره من مجمل قد ايه في التذاكر؟ من مجمل حوالي 4 يعني. لا يبقى مش وحش. حوالي 4000. مش وحش. حوالي 4000. يعني انت بتلعب برضه مع الفريق اللي هو ده الثلاث ساعات. يعني برضه هي الحمد لله احنا نجحنا نعمل كده، يعني احنا لو بنلعب في ارضنا مثلا في عبد الله الفيصل لو لا الذي يبالك افضليه. الصاله دي مش سهله. الكابتن الخطيب بيعمل عمره، جالكوا ولا لسه ما جاش؟ لا لسه، بس هو ان شاء الله باذن الله يحضر المباراه بكره ان شاء الله، يعني بيجيب سلامه ان شاء الله. ان شاء الله. وتردد برضو الدكتور حسن مصطفى داعي الكابتن حسن حمدي، هل وصلوا عندك ولا لسه؟ كابتن حسن حمدي موجود فعلا، هو بس مقيم في فندق اخر، يعني مش في فندق العجيب. هو جه النهارده، وصل النهارده الظهر. يعني طبعا احنا سعداء جدا بوجوده هنا، يعني طبعا على مستوى الشخصي كابتن حسن ده يعني والدي الروحي، يعني فانا الراجل يعني كلنا بنحترمه وبنحبه، وهبقى سعيد جدا ان انا التقي بيه بكره ان شاء الله. يعني المجموعه كلها، يعني كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن حسن مصطفى، المجموعه كلها يعني مختلفه للنادي الاهلي وجهود كبيره، وان شاء الله يبدو دفعه كمان يا استاذ ابراهيم معنويه كبيره للاعبين، يعني طبعا طبعا وجود مهم. وانا برضو اتكلمت معاهم النهارده بعد التمرين الحقيقه، يعني بعد ما خلصنا التمرين اتكلمت معاهم، يعني فيما سبق وفيما هو قادم، يعني ان احنا فيما سبق احنا لازم نكون معترفين ان عندنا قصور وعندنا اخطاء. أيوة. زي ما حضرتك بدات كلامك كده. ايوه، مقدمه الجميله دي طبعا دي حقيقه، لازم نعترف بده عشان نعرف نحدد. ما احنا لو ما اعترفناش بده ما كناش هنجيب مدرب عالمي بالظبط، واخد احسن مدرب في العالم سنه 2020، يعني ده واخد افضل مدرب في العالم ديفيس سنه 2020، اكيد برضو كل احتياجاته اللي هو هيطلبها هيتم توفيرها ليه. طبعا هو اللي يحدد، عشان ده احنا مش مدير النادي الاهلي في اي لعبه رياضيه، المدير الفني اللي بيحدد. مدير الفني السابق الاسباني احنا يعني وفرنا له كل مطالبه، معسكر دولي على اعلى مستوى عمل لعيبه وطلاب وهكذا، فاحنا بنلبي دايما احتياجات المدير الفني، يعني مش بنتدخل في الاختيارات الفنيه ابدا. حضراتكم عارفين ده طبعا كويس، يعني رموز كبيره النادي الاهلي، فعارفين ان احنا كمجلس اداره مش بنتدخل في الاختيارات الفنيه. لكن كل مدير فني بنلبي له احتياجاته، فده اللي احنا هنعمله مع المدير الفني الجديد. واللعيبه احنا عندنا لعيبه، ده اللي انا كلمت معاهم فيه، ان هم لعيبه كلهم لعيبه بروميسنج، لعيبه موهوبه، لعيبه شباب صغيرين عندهم موهبه كبيره جدا ويقدروا يحققوا كتير من النادي الاهلي. محتاجين بعض التعامل النفسي الجيد، بعض الثقه مهمه دي، مهمه دي، لان خساره الثواني الاخيره المتكرره هي حاجه نفسيه. بالظبط بالظبط يا باشمهندس عادل، وده اللي انا اتكلمت معاهم فيه النهارده وركزت معاهم على النقطه دي بالذات، لان احنا كلنا نفسينها وهم نفسهم مش بيكابروا فيها، يعني اللعيبه متقبله الكلام وعارفه ان هي عايزه تصالح جمهورها، يعني اللعيبه عايزين يصالحوا. الكابتن ياسر لبيب موجود معاكم؟ يا فندم. معانا طبعا. ما هو راجل عنده خبرات برضه، يعني يقدر يعني تاني. طبعا راجل شخصيه محترمه وشخصيه يعني اللعيبه بتحترمها ومنظم، ويعني احنا يعني في مجموعه محترمه موجوده سواء من الاداريين او من اللعيبه، لكن هي فعلا يعني في بعض الحكاوات اللي حصلت السنين اللي فاتت، وده اللي انا اتكلمت معاهم فيه، ان هو يا جماعه يعني نحاول بالبطوله دي ان شاء الله ان احنا نسامح او يعني نخلي جمهورنا يغفر بقى اللي فات، ان احنا نصالح جمهورنا بالبطوله دي، يعني بادائنا فيها، بركولتنا فيها، بكل يعني ما وصينا من قوه نأديه في البطوله دي عشان نصالح على السنين اللي فاتت من اخفاقات في بطولات كتير. وهم مش مكافئين في ده ومعترفين بده، وان شاء الله باذن الله يعني يأدوا اقصى ما عندهم ان هم يصالحوا جمهورهم بكره ان شاء الله، سواء جاليه يا رب يا رب او فرنسا.
الدوليين جولكم من البحرين حالتهم كويسه الحمد لله، ما فيش اصابات ولا حاجه؟ هو كان في طبعا اصابه واحده مات، هو الوحيد يعني كان في اصابه للاسف يعني، لكن بقيه اللعيبه كلها على تم الاستعداد وهجوم ومندمجين مع بقيه الفرقه، لكن عارف طبعا اصابه مهاب، ودي برضه يعني مسلسل فكرت يبقى ناشد فيها بصراحه الاتحاد القيادي المصري، يعني ان هو احنا من خلال النشاط الرياضي في النادي تم محاولات كثيره معاهم مناشدات وخطابات رسميه انه يتم اعفاء اللعيبه يعني في معسكر دولي بقى. يعني مع احترامي ومعسكر ودي في النهايه يعني انت مقبل على بطوله عالم كان عندك قبلها بطوله تركيا، لكن كان في اصرار يعني رهيب من الاتحاد ان اللعيبه لازم تحضر المعسكر. وانت منتظر اتحاد كره اليد يعني ما تعولش قوي كتير عليه. يا باشمهندس سعد يعني في لعيبه في لعيبه حضرتك المحترفين في اوروبا ما حضرتش يعني، واحنا يعني سلكنا كل الطرق الشرعيه زي ما النادي الاهلي بيحترم دايما الاتفاقات الوطنيه وبيحترم اللوائح وبيحترم القوانين، احنا عارفين ان دي قوه دولي ومستفيدين بيه، وبعتنا طبعا بعتنا خطابات للاتحاد المصري انه يعرف اللعيبه يعني اللعيبه محتاجه حتى راحه ذهنيه كانت للتطور التركي وبعدها كره العالم، فما كانش في داعي ليها، بس الحمد لله في النهايه هم معانا دلوقتي ومتواجدين كلهم بقوه وعلى تم الاستعداد. ربنا يوفقك. كل التوفيق ان شاء الله يا باشمهندس. ربنا يخليك. تحياتنا للبعثه كلها، واذا في فرصه للكابتن حسن وحسن. لا طبعا طبعا اكيد اول ما اشوفهم حاضر. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره الاهلي ورئيس بعثه كره اليد في السعوديه، وكل التوفيق للفريق بكره ان شاء الله الساعه 7:15 اولى مبارياته في كاس العالم للانديه امام مدر السعوديه.